السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح نحكي عن لعبة حلوة اللي هي لعبة الأسلاك الطنانة. أنا بدي أسميها لعبة الأسلاك المضيئة. متطلبات اللعبة أخواني يعني سيخ، نحاس، ممكن علاقة ملابس حديد بتنفع برضو، لكن احنا استخدمنا سيخ موجود عندي صراحة. بنعمله بشكل متعرج. طبعا بيعتمد تعرج السلك على صعوبة اللعب اللي انت بدك اياها. انا يعني عملتها بشكل متوسط بحيث تكون اللعبة مسلية وفيها تحدي نوعا ما، وحجمها كويس، ما بدي اياها حجم صغير كثير. الحقيقة يعني متطلبات اللعبة زي ما حكينا سيخ نحاس، ممكن علاقة ملابس نستخدمها بمشي الحال. متطلبات اللعبة أيضا بنعمل سيخ على شكل لولبي هون، يعني بشكل دائري بحيث إنه ممكن يلامس هاي، أو يعني بحيث إنه لما بنمشي فيه ما بيلامس السيخ. وأسلاك كهربائية وبطارية، خلينا نربطهم مع بعض. طبعا الربط راح يكون بالبطارية وبالسيخ، هذا راح يكون مربوط السلك. يعني بس نربطهم تتوضح الفكرة أكثر. لازم يكونوا مربوطات بهذا الشكل، ومن الجهة الثانية البطارية سالب بتكون مربوطة بالطرف هذا للسيخ. خلينا نرتبهم مع بعض ونربطهم بنفرج. اخوان الكرام، طبعا زي ما انتم شايفين احنا لفينا ربطنا الليد هذا اللي اخذناه عشان الاضاءه، ربطناه مع البطاريه السلك الموجب، وربطناه من الجهه الثانيه الليد على المقبض اللي راح نشتغل فيه على اللعبه المتعرجه. والخط السالب من البطاريه ربطناه هون باللعبه المتعرجه اللي هي ممكن نستخدم علاقه ملابس حديد وبيمشي الحال. الان مجرد ما لمسنا السلك المقبض للسلك المتعرج راح يضيء. خلينا نكمل اعداد اللعبه مع بعض ونثبتها وبنفرجيكم اياها بشكل افضل، بشكل احلى. خليكم معنا. الان لعبتنا الحمد لله 400 اكتملت. خلينا نشوفها ونجربها مع بعض. الان اي ملامسه للسلك لازم يضيء الليد ان شاء الله. بحاول اكون حريص انه ما يلامس. لا لامس، لا بعدين، لا يعني مش شاطر كثير انا بهذا التحدي. فهاي التحديات لعبه حلوه كثير كثير، ممكن نصنعها في البيت. لا تنسوا هاي الشغلات، المقبض والسلك المتعرج ممكن نصنعه من علاقه ملابس بالبيت غير مستعمله او حتى جديده، ممكن عادي ما في مشكله، يعني متوفره بكثره. ليد ممكن من احبال الزينه او من محل الكترونيات، يعني اي ليد متوفر عندكم بالبيت ينفع. وبطاريات وسلك، نخليه نحاول نصف متر يعني السلك طوله حتى يكون يعطينا راحه بالعمل. اي ملامسه بين السلك المتعرج والمقبض راح يضيء الليد وراح يعطينا اشاره. خليكم معنا ان شاء الله تعالى، تابعونا في قناتنا وان شاء الله تجدوا ما يسركم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.